بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة بإذن الله شابتر الناركوتكس اللي هو الشابتر الخامس. الناركوتكس دي نقدر نعتبرها بينا وبين بعض كده اللي هو شابتر المخدرات. يعني ايه بقى؟ يعني حاجة المفروض ان انا بتعمل ادمان، المخدرات بتعمل ادمان، ماشي. لو انا وقفتها وانا مدمنة، مثلا حد مدمن حاجة معينة وبعدين وقفها، فده هيعمل حاجة اسمها withdrawal symptoms، اللي هو ايه يعني؟ يعني مثلا الحاجة اللي احنا بناخدها بتعمل لنا ادمان ديت بياخدوها اصلا عشان خاطر بتحسسهم بالسعادة، بتسكن الالام، بتبقى يعني بتعيشهم في عالم تاني كده، تمام. فهما لما بيسحبوها من جسمهم فجأة، اللي هو بيوقفوها فجأة، بتعمل withdrawal symptoms، اللي هو عكس ده بيبقوا بقى مقرفين وحاسين ان هما تعبانين على طول ومجهدين ومتضايقين دايما وفي حالة اكتئاب كده ومنعزلين عن العالم. فده اللي بيصعب ان الحاجات دي يوقفوها، فده اللي بيعمل الادمان، تمام. الناركوتكس بتشتغل على حاجة اسمها opiate receptors، ونقدر برضو نقول ان هي الاوبيويد. الاوبيويدز دي هتشتغل على الاوبيات ريسبتورز. هم عندنا 4 ريسبتورز، ميو وكابا ودلتا وسيجما. اهم 2 منهم اللي هم الميو والكابا عشان هناخدهم هنتكلم عليهم دلوقتي، حلو. الاوبيويد انتاجونست يعني حاجات بتشتغل على الاوبيات ريسبتورز وبتشغلها، زي ما خدنا في الاي ان اس حاجات بتشتغل على مثلا باراسمباثيتك ريسبتورز او سمباثيتك ريسبتورز وتشغل نفس الحكايه. ممكن تكون ناتشرال يعني طبيعيه جايه من نبات، تمام، ما علينا باسمه، اللي هو الدواء ده اسمه المورفين، تمام. وممكن اصنعها تبقى اللي هم دوايين عندي ميثادون وميبريدين. الاثنين اللي هصنعهم دول هصنعهم عشان يكون فيهم مميزات مش موجوده في المورفين، عشان احسن من الحاجات اللي موجوده في المورفين، تمام. ده بالنسبه للاجونست. الانتاجونست بقى يعني حاجات هتمسك في الاوبييت ريسبتورز او الاوبيويدز دي وتعمل لها ايه؟ توقفها، ما تخليهاش تشتغل، يبقى هي عكس المورفين، تمام. اللي هم النالوكزون والنالتريكزون. يبقى السبيسيفيك انتي دوت للمورفين هو الاوبييت انتاجونست اللي هو النالوكزون، حلو. في بقى حاجه اسمها ميكسد اجونست انتاجونست، دولت 2 اللي هم البنتازوسين والنالبيوفين، حلو. الاثنين دولت المفروض ان هم ميكسد اجونست انتاجونست. يعني ايه؟ يعني بيعملوا الحاجتين اللي هما بيعملوا ان هما يبقوا اجونست وان هما يبقوا انتاجونست. ازاي؟ هيمسكوا في الميو ريسبتورز ويعملوا لها يبقوا انتاجونست ليها، وهيمسكوا في الكابا ريسبتورز ويبقوا اجونست عليها. حلو. التأثير بيعتمد على ايه؟ امتى يبقوا اجونست وامتى يبقوا انتاجونست؟ على حسب الشخص اخد اوبيويدز قبل كده ولا لا. يبقى ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في اني اعرف الشخص ده مدمن للاوبيويدز ولا لا. لو هو مدمن واخد اوبيويدز قريب، يعني مثلا واخد مورفين من فتره قريبه، يبقى انا هاجي اديله الدواء ده اللي هو مثلا البنتاسوسين، هيقوم عامل ايه؟ هيشتغل عليه الانتاجونست. لا ثانيه، لو هو اخد يبقى ساعتها هيشتغل الانتاجونست، تمام. فهيجرى ايه؟ هيمسك في الميو ريسبتورز وهعمل لها بلوكينج، يبقى البلوكينج افكتس اللي هتظهر، تمام. وانا لما اعمل بلوكينج يبقى كاني بالظبط عملت الوذرول سيمتومز، يبقى كاني بالظبط انا قفلت اللي هو ايه الميو ريسبتورز اللي المورفين اصلا شغال عليها. فالمورفين اللي هو بياخده مش هيلاقي حاجه يشتغل عليها ومش هيعمل الاثر بتاعه، فهيخش مني في حاله الوذرول سيمتومز اللي هو بقى يبقى مكتئب ويعيش في حته تانية كده اللي هو منعزل عن العالم والحاجات دي كلها. فكده هعرف ان الشخص ده كان مدمن مورفين، تمام. تاني حاجه، لو هو بقى ما كانش مدمن مورفين ايه اللي هيجرى؟ مش هيجرى ان هو يشتغل البلوكينج افكت ده، لا، هيجرى بقى انه هيشتغل كاجونست. بيشتغل كاجونست على ايه؟ على الكاب. لما يشتغل كاجونست على الكابا المفروض ان هو بيريليف البين، يعني اللي احنا انا اصلا بقول لكم ان هي ايه الناركوتكس دي انالجيزكس، يعني هي بتسكن الالام، تمام. طبعا احنا مش بنستخدم الناركوتكس في الفارما لعلاج الالام الخفيفه، يعني ما ينفعش ابقى اجي عند عيان عنده صداع واديله ناركوتكس، علشان هو انا كده هدخله في ادمان ومصايب تانية كبيره خالص مش عاوزينها. فبنستخدم عادي بقى الحاجات اللي احنا خدناها في الشابتر بتاع النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري اللي هي مثلا الباراسيتامول وكده، تمام. احنا بنستخدمش الناركوتكس غير في حاجه اللي هي ايه الام شديده قوي قوي، تمام. في حاجه اسمها سيلينج افكت على الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. المفروض ان المورفين بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن
وكل ما بزود جرعة المورفين تمام بتزيد الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. يعني ايه ريسبيراتوري سنتر ديبريشن؟ ان هو يعمل ديبريشن للريسبيريشن، اللي هو انه زي اللي هو ايه يوقف الريسبيريشن او يبطئه تمام. في بقى بالنسبة مش المورفين، اللي هو الأدوية اللي أنا بقول عليها ديت اللي هي البنتازوسين والنالبيوفين، دولت بيعملوا سيلينج افكت على الريسبيراتوري سنتر ديبريشن، بمعنى إن أنا لما بزود الجرعة بتاعتهم علشان أزود أثرهم كأنالجيسيك، يعني أزود التسكين بتاعهم إن هما يسكنوا الآلام وكده، لو الألم شديد قوي هضطر أزود الجرعة تمام أكتر وأكتر. فانا لما بزود الجرعه مش هيزيد الاثر على الريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يعني مش هوقف التنفس اكتر. فهو كده هما في الحته دي طبعا احلى من المورفين، لان المورفين كل ما هزود الجرعه هيزيد الريسبيراتوري سنتر ديبريشن، هيجي لحظه نفسه هيقف فيها تمام. ليه بقى؟ علشان هما شغالين الحاجتين، يعني هيشتغلوا على الكابا يعملوا لها اجونست، ويشتغلوا على الميو ويعملوا لها انتاجونست. نتيجة ان هما شغالين على الميو انتاجونست، يبقى هما كده هيقدروا ان هما ايه يعوضوا حتة ان في respiratory center depression شديد. نيجي بقى عند اول سؤال عندنا، بيقول ان احنا عندنا ايه، انا مش ماشية الاسئلة بالترتيب بس ان شاء الله كلهم هيبقوا محلولين في اخر الفيديو. يعني السؤال بيقول ان هو في حاجات شغالة mixed agonist antagonist على الميو receptors، ان هي بتبقى antagonist على الميو واجونست على الكاب، قول example منهم. فاحنا عندنا البنتازوسين والنالبوفين، وبعدين هو بيقول اسقول الاكشنز واليوزز بتاعتهم. احنا قلنا ان احنا نقدر، احنا بنستخدم الحاجات دي ليه اصلا؟ كانالجيزك في الديب فيزرال فين تمام. ليه؟ لانهم بيعملوا ستيميوليشن للكاب ريسبتورز. هم احسن من المورفين في حته ان هم ليس لايبل تو ادكشن، يعني ما بيعملوش الادمان اللي بيعمله المورفين، وكمان السيلينج افكت على الريسبيراتوري سنتر، وشرحنا يعني ايه سيلينج افكت تمام. نيجي عند ان هما برضو بيعملوا دايجنوزس للادكس، يعني المدمنين بعمل لهم دايجنوزس بان هو لو جرى ريليف للبين يبقى هما كده مش مدمن مورفين، انما لو جرى ان هو دخل مني ان هو اتضايق وبقى عايش في عالم الاحزان بتاعه ومش عارفه ايه والحاجات ديت اللي هو الوذدرول سيمتومز، يبقى كده هو كان مدمن مورفين تمام. نيجي بقى عند المورفين. المورفين المفروض ان هو بيمتص ازاي؟ بيمتص اكتر لو هو اتاخد سيستميك، يعني لو اتاخد بالانجكشن، انما لو خدته اورالي هيكون له لو اورال بايو افيلابيليتي، عشان كده مش بنستخدمه اورالي. طيب بينهضم ازاي او بيجرى له ميتابولايزيشن ازاي او ميتابوليزم؟ يعني بيجرى له ميتابوليزم باي كونجيوجيشن تمام. فالناس اللي هم الكبار قوي او الصغيرين قوي الكونجيوجيشن بسوي عندهم ما بتبقاش شغاله يعني افكتيف قوي، فهما كده المورفين عندهم مش هيبقى ميتابولايز بصوره بكفاءه، فهما لما ياخدوا جرعه مورفين عاديه هتبقى بالنسبه لهم كانها جرعه كبيره لانها مش بتنهضه تمام، او مش بيجرى لها الميتابوليزم ده، فبيبقى عندهم سوبر سنسيتيفيتي للمورفين، وبالتالي المورفين كونترا انديكيتد في الاكستريمز اوف ايج. حلو. نقطة كمان ان المورفين بيعدي البلود برين بارير، فبالتالي بيأثر على السي ان اس. احنا عمالين نقول ان المورفين بيعمل اللي هو اليوفوريا واللي هو النركوزس والانالجيزيا والحاجات دي كلها، ده شغله على السي ان اس اصلا، واهم اصلا شغل للمورفين كله على السي ان اس. تاني حاجة بيعدي البلاسنتال بارير، فبالتالي مش ممنوع ان ست حامل تاخده علشان هيعمل فيتال ادكشن، يعني الجنين اللي هيتولد ده هيتولد عنده ادكشن يعني ادمان للمورفين. حلو. وما ينفعش برضو تاخده ست في الولادة، لان هو الست اللي هي وهي بتولد هيجرى نيونيتال اسفيكسيا، يعني البيبي وهو بينولد هيجرى له اسفيكسيا نتيجة انه بيجرى ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، فاسفيكسيا ده اللي هي اختناق تمام. بيبقى اكسكريتد غالبا في اليورين عادي، يعني بيخرج في اليورين، نسبة قليلة منه بتخرج في الاستومك تمام. فبالتالي على الرغم من ان انا بدي المورفين بالانجكشن، عادي ان انا لو عايزه اتخلص من المورفين اللي هو توكسيستي منه اللي هو تسمم بسبب المورفين، عادي اعمل جاستريك لافاج، اللي هو يعني ايه جاستريك لافاج؟ يعني ستومك ووش، يعني اللي هو غسيل معده تمام، لان المورفين بيخرج في المعده، فانا كده برضو هحتاج اعمل جاستريك لافاج، وهيبقى افكتيف جدا في حاله ان انا عاوزه اتخلص من السميه بتاعه المورفين. طب ايه الفارماكولوجيكال افكتس بتاعه المورفين؟ هنقسمها depression effects، يعني بيعمل depression لحاجات معينة، فلما بيعمل depression بيعمل analgesia بيسكن، يعني هيعمل depression للحاجات اللي هي بتاعة الألام فيعمل analgesia مسكنات، narcosis اللي هي مخدر،
هيعمل respiratory center depression، فبالتالي برضو عمل neonatal asphyxia لو اتخذ during labor. هيعمل بتاع ده للكف سنتر، هيعمل له بتاع ده depression، يعني هيكون ايه، يعني هيعالج السعال، بس برضو احنا مش هبل ان احنا نستخدم المورفين كعلاج للكحة والسعال وكده، اكيد لا، لان المورفين هيعمل مصايب تانية كتير انا في غنى عنها. تمام، هيعمل ديبريشن للفازو موتور سنتر، اللي هو الفازو موتور سنتر ده هو المسؤول انه بيعمل فازو كونستريكشن، لو عملت له ديبريشن هيجرى فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن. حلو، هيعمل ديبريشن للهيت ريجولاتوري سنتر، اللي هو لو انا عملت له ديبريشن هيجرى هايبوثيرميا، الهيت ريجولاتوري سنتر ده اللي هو اللي بينظم درجة الحرارة، لو عملت له ديبريشن يبقى هقلل درجة الحرارة. تمام، دي الديبريشن افكتس بتاعته. في ستيمولانت افكتس اللي هي عكس الديبريشن، بيعمل يوفوريا اللي هو الاحساس بالسعادة والنشوة وكده، بيعمل ميوزس. الميوزس ده بيتعمل ازاي؟ نتيجة ان هو بيجي عند نيوكليوس اسمها الدنجر فيستفال نيوكليوس، موجودة في الثيرد نيرف، الثيرد كرانيال نيرف، هتاخدوها ان شاء الله في السنة الجاية في CNS، وبتهيالي برضو خدتوها في الفسيو. هي بتبقى النيوكليوس دي بتاعة الباراسمباثيتك، واحنا عارفين ان الباراسمباثيتك بيعمل ميوزس اللي هي البيوبل بيجرالها كونستريكشن او بتضيق، اللي هي دي حدقة العين دي. تمام، الميوزس بيبقى هنا شديد قوي في حالة المورفين، فبيبقى بنسميها بين بوينت بيوبل، يعني بتبقى شبه راس الدبوس صغيرة خالص، اللي هي حدقة العين دي بتبقى صغيرة خالص، حدقة مش عارفة اسمها ايه بالعربي. اكسايتيشن يعني هيعمل له اللي هو ايه، اكسايتيشن مش فاكرة برضه اسمها بالعربي، سيجرز اللي هي رعشات والحاجات دي. السي تي زد اللي هو بتاع الفوميتنج، لو عملت له ستيميوليشن يبقى هو كده هيفوميت وهيجي له نوزيا وفوميتنج، فبرضه المورفين بيعمل الترجيع دوت والحاجات ديت والدوخه والحاجات دي. والسي اي اس اللي هو الكاردياك انهبيتوري سنتر، فلما انا اعمل للانهبيتوري سنتر بتاع القلب ستيميوليشن يبقى كده هيجرى ايه، هيجرى انهبيشن للقلب فهيجرى بريدي كاردي. واحنا عارفين من الاوتاكايتس ان الحاجات اللي هي بتبقى هيستامين لايك بريتورز كان منهم المورفين، اللي مش فاكر احنا كنا بنقولها هايدي تراي تومو اللي هي هيدرولازين، ودي ديكسترين، تراي تراي ميتافان، تو اللي هي توبوكيورالين، ومو اللي هي المورفين. اهو يبقى هو بيعمل هيستامين ريليز. طب الحاجات اللي بتعمل هيستامين ريليز بتعمل ايه؟ بتعمل فازو دايلاتيشن وبتعمل برونكوسباز. حلو، السبازموجينيك، له سبازموجينيك افكت على السكليتال او على السموز ماسلز، ما عدا السموز ماسلز في حتتين. تمام، اليوترس والبلاد فيزلز. البلاد فيزلز بيعمل ملوش السبازموجينيك افكت ده، لان انا لسه قايله هو بيعمل فازو دايلاتيشن مش فازو كونستريكشن، واليوترس كمان. تمام، فبالتالي ما دام هو بيعمل سبازموجينيك افكت يبقى هيقفل السفنكتر بتاع الانس، اللي هو هيقفل الانترنال انال سفنكتر، فيعمل كونستيبيشن امساك، ويعمل وبرده كونستريكشن للسفنكتر بتاع اليوريثرا فيعمل يورين ريتنشن. حلو كده، طب ايه الاستخدامات بتاعه؟ اهم استخدام سيفير ديب ديب فيسرال فين، اللي هو الالام الشديده قوي، لان مفيش حد طبيعي هيدي مورفين لعيان لمجرد ان هو مصدع مثلا، لا لازم تكون الم شديد قوي مش عارفه كنترول الالم ده بحاجه تانية غير حاجات شديده شبه المورفين. واكيوت ليفت فنتريكولار فيلر هشرحها كمان شويه، وانستيزيا يعني كمخدر، بس هو مش بريفيرد كبري انستيك ميديكيشن، وهقول ليه برده كمان شويه. خلاص احنا حفظنا ان السبيسيفيك انتي دوت هو النالوكزون، علشان النالوكزون هو اللي اهوت، لو فاكرين النالوكزون احنا لسه قايلينها من شويه، هو اللي بيشتغل كانتاجونست على الاوبيت ريسبتورز، فهو السبيسيفيك انتي دوت للمورفين. تمام، المورفين كونترا انديكيتد في الهيد انجرز، وهقول ليه كمان شويه، وعرفنا الاكستريم اوف ايدجز ان هو كونترا انديكيتد فيها علشان خاطر الكونجيوجيشن باسوي بيبقى ضعيف عندهم، فالمورفين مش هيجرى له ميتابوليزم، فهيبقى فيه سوبر سنسيتيفيتي للمورفين. المورفين احنا عرفنا ان في حاجتين، تمام، دول بقى السنسيتك للمورفين، يعني اللي هما السنسيتك على الانتاجونست للاوبيت. تمام، اهو السنسيتك اللي هما الميثادون والميبريدين. تمام، الميبريدين له اتروبين لايك اكشن، دي مهمه جدا جدا، يعني اي حاجه لو سالته في الميبريدين هو ليه بيعمل كذا، اقوله بس ان هو اتروبين لايك اكشن، وبعدين هنبدا نفك اتروبين لايك اكشن هنلاقي ان اتحل. والميثادون هو الدراج اللي بنستخدمه في علاج الناس اللي عندهم مورفين، انا عاوزه اقول لكم ان عندهم مورفين ادكشن، هم مدمنين المورفين. الشخص اللي بيبقى مدمن مورفين ده
ما ينفعش ان انا اسحب الدواء فجأة. ليه؟ علشان خاطر انا بقول لكم لو انا سحبت الدواء فجأة هيخش في withdrawal symptoms. طب انا ينفع اعالجه باني اديله حاجة تانية بتعمل شغل المورفين بس ما بتعملش ادمان، اللي هو الميثادون؟ اه، فمش هيحس ان المورفين غاب، وفي نفس الوقت مش هيخش مني في ادمان لحد ما اسحب بالراحة. تمام؟ فكده اكون سحبت المورفين من جسمه، وفي نفس الوقت اديته حاجة تحط اثر المورفين لحد ما يتعود، وبعدين اسحب برضو اللي هي الميثادون بقى من جسمه اللي انا اديتهوله، لانه اصلا الميثادون مش بيعمل ادكشن. نبدأ بقى في حل الاسئلة. انا عارفة ان الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي على المورفين ممكن يكون بالنسبة لكم حالا كتير وملخبط، بس هنوضحه في الاسبوع بقى. احنا لسه قايلين ان المورفين بيعمل مايوزس. هو بيقول المايوتيك اكشن اوف مورفين از ديو تو ايه؟ احنا قلنا ان هو يشتغل على الادنجر وستفال نيوكليوس الموجوده في السيردك رينيال نيرف اهو. فهيجرى سيفير مايوزس اللي هو البين بوينت بيوبل، اللي هو ان هي تبقى ضيقه خالص، شايفينها اللي هي الصغننه السمراء الصغيره دي قوي، فضيقه خالص اللي هي شبه سن الدبوس، فبنسميها بين بوينت بيوبل. ده كده شغل سنتر سنترالي مش بريفرالي، يعني انا شغاله نتيجه ان انا شغاله على نيوكليوس موجوده في الكرينيال نيرفز. تمام؟ فما دام انا شغاله كده يبقى ده شغل سنتر، يبقى ما ينفعش ان انا اخده اورالي في الحاله دي، ولا ينفع احطه لوكالي على العين، لاني لو حطيته لوكالي على العين انا كده مش هقدر اوصل للنيرف. عاوزه اوصل للنيرف يبقى هديه بالانجكشن. يبقى هو اهم حاجه برضو نركز عليها ان هو بيبقى بسنترال اكشن وشغال على السيرد كرينيال نيرف، النيوكليوس بتاعته اللي هي الادنجر وستفال نيوكليوس. الادنجر وستفال ديت بتبقى باراسمباثيتك، والباراسمباثيتك يعني مايوس. it can be antagonized by، يبقى انا عشان اعمل انتاجونيزم لكده يا الا ان انا هشغل حاجه، هدي حاجه تعمل يعني تبقى ضد الباراسمباثيتك اللي هو الاتروبين، لان هو انتي ماسكارينك، واحنا عارفين ان الماسكارينك ريسبتورز هي بتاعه الباراسمباثيتك. لو اديت حاجه بتانتاجونايز الاكشن بتاع الماسكارينك ريسبتورز اللي هو الاتروبين، يبقى هينفع ان انا اعالج بيه مثلا الاثر بتاع المورفين. تمام؟ او ان انا اعالجه اصلا بالسبيسيفيك انتي دوت للمورفين اللي هو ايه، اللي هو النالوكزون، اللي هو سيستميك انتاجونست للاوبييت ريسبتورز. ركزوا معايا في الرسمة دي، هتفيدنا في حاجة واحدة بس، يعني اللي يفهمها يفهمها واللي ما يفهمهاش مش مشكلة، هي كده كده يعني احنا هنقولها عشان بس نفهم السؤال بيقول ايه، انما مش هيفرق معانا في الاجابة في حاجة. ده القلب ماشي، ده الليفت فنتريكل وده الليفت اتريوم، ده الرايت فنتريكل وده الرايت اتريوم. نقول بالعربي الليفت فنتريكل معناه البطين الايسر، والاتريوم اللي هو الاذين. تمام؟ ليفت ورايت اللي هو يمين وشمال. تمام؟ الدم بيخرج من الليفت فنتريكل يروح على الاورطة اللي هي دي، وبعدين يتنقل على الارترز ومنها للارتريولز، وبعدين يخش على الكابيلرز اللي هي ارترز اللي هي شرايين، وبعد كده اللي هي الاصغر في اصغر لحد ما اوصل للكابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه، وبعدين من الشعيرات الدمويه هيبدا يجري تبادل الغازات والحاجات ديت، ويروح على ايه، على الفين. فاخش على الفين هنا. تمام؟ وبعدين هتلاقوا ان هيمشي في نفس اللي هي الحته دي. تمام؟ لحد ما اوصل للايه، للرايت. ده كده فنتريكل، لا للرايت اتريوم، هطلع على هنا يبقى هطلع على الرايت اتريوم. حلو؟ وبعدين الرايت اتريوم هيصب على الرايت فنتريكل، والرايت فنتريكل هياخد دوت اسمه البالمونري ارتري. البالمونري ارتري هيدي رايت وليفت، ده ليفت وده رايت، بالمونري ارتريز. المهم ان هو هيودي على ايه، الرايت والليفت دولت هيودوا على اللنج. كل اللي انا بحكيه ده عشان بس اقول لكم ان انا في الاخر هوصل لللنج. فلو جرى مشكله في الليفت فنتريكل اللي انا بادئه بيه حدوتي اصلا، تليف مثلا او اي مشكله، فشل في الليفت، عملت فشل في الليفت فنتريكل، هيجروا ايه؟ هتجرى مشكله ان اللنج ديت، يعني انا مثلا سديت هنا الاقي ان الدم عمال، المفروض ان هو بعد كده ماشي، بعد ما يوصل لللنج هيخرج من اللنج ويرجع تاني في الليفت فنتريكل. لقيت الليفت فنتريكل مسدود، يبقى هو مش هيقدر الدم يخرج من اللنج، يعني هو المفروض بيمشي كده. تمام؟ مش هيقدر يخرج من اللنج، فاللنج هتبدا تكبر نتيجة ان انا ده مسدود ومش عارفة اخرج الدم، والدم عمال يخش اللنج تاني ومش عارف يخرج منها. فاللنج لما تكبر هيجري لها اديمة، حلو كده، اللي هي تتملى سوائل يعني. فعشان كده انا كل اللي بقوله ده عشان افهمكم حاجة واحدة، ان الاكيوت ليفت فنتريكولر فيلر يعني فشل في الليفت فنتريكل بيساوي اكيوت بالمونري اديمة، ان اللنج تبقى فيها اديمة. حلو؟ هو بقى عاوز يسأل على الرول اوف مورفين في الحالة دي. المورفين بيعالج الحاله دي ازاي؟ احنا بنديه اي في،
تمام. هنا مش بديكا مسكن، لان اصلا العيان اللي بيبقى عنده الحالة دي ما بيبقاش عنده ألم، يعني مش بيبقى فيه اللي هو ايه بين. انا بديله علشان شوية حاجات، منها مثلا ان انا اسيديت البيشنت. يعني ايه اسيديت؟ يعني اخدره علشان ما يحسش بالقلق والخوف والحاجات دي. وسيديت الريسبيريشن، هو دلوقتي اصلا عنده بالمونري اديما، فانا محتاجة ان انا اهدي التنفس بتاعه، واحنا عارفين ان المورفين بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. وكمان علشان خاطر ان المورفين بيقلل، احنا بنقول ان هو بيعمل هيستامين ريليز، يعني بيعمل فازو دايلاتيشن. تمام، لو عمل فينو دايلاتيشن فهو كده هيقلل البريلود على القلب، ولو عمل ارتيريو دايلاتيشن يبقى كده هو هيقلل الافتر لود على القلب، فبالتالي هيقلل الفشل بتاع العضله بتاع القلب اللي هو الليفت فنتريكل، يعني العضله بتاع الليفت فنتريكل. يبقى هما 3 حاجات عشان اسيديت البيشنت واسيديت الريسبيريشن وعلشان اقلل البري والافتر لود على القلب. البري والافتر لود دول هتاخدوهم بالتفصيل في السي في اس ان شاء الله. دلوقتي بيقول احنا فاكرين لما قلنا المورفين مش بريفيرد كبري اناستيك ميديكيشن، يعني ايه بري اناستيك؟ يعني ان انا استخدمه كدواء قبل التخدير. ليه مش مسموح او ليه مش بيفضل؟ عشان اول حاجه ان هو يعمل سيفير او ماركت ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر، تمام، غير ان احنا قلنا ان هو بيعمل استيميوليشن للسي تي زد اللي بتعمل نوزيا وفوميتنج. فانا لما قبل ما اخدر العيان هيفضل بقى يرجع، ومش هينفع ان انا لما يكون متخدر مني يقعد يرجع، لانه لو قعد يرجع هيخش في حاله اللي هو ايه اسبيريشن، يعني اللي هو استسقاء. تمام، كمان بيعمل نتيجه الهستامين ريليس هيعمل برونكوسباز، فهو كده كمان يعني العيان انا مخدراه وخليه مش عارف يتنفس، وكمان خليته مخدره بالمورفين فنتيجه كده مش عارف يتنفس، وكمان عمال يرجع، وبعدين برونكوس باز من نتيجه الهستامين ريليز، يعني اللي هي اسمها الشعيرات اللي هي الايه البرونكاي بتاعته ضيقه. تمام، وكمان احنا قلنا ان هو بيعمل كونستيبيشن ويورين ريتنشن نتيجه ان هو بيبقى سبازموجينيك على السموث ماسلز، فالكونستيبيشن واليورين ريتنشن دولت هيبقوا بعد العمليه، يعني لما يفوق من العمليه او كده هيبقى عنده كونستيبيشن ويورين ريتنشن، مش عارف يعمل، مش عارف يخرج، عنده امساك وعنده يورين ريتنشن هو مش عارف يخرج بول. وكمان في مشكله اللي هي الميوزس، الميوزس ديت اللي هي البين بوينت بيوبل اللي بيعملها المورفين العاديه. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان في حالات الاناستيزيا، في انتوا مش عليكم الستيجز اوف اناستيزيا، بس في مثلا في الستيج الثالثه منها بيبقى العيان المفروض ان هو يبقى عنده ميوزس، بس مش ميوزس بالمورفين، هو دي ميوزس نتيجه الاناستيزيا. فانا هعرف في المرحله دي ان دي مرحله السيرجري، اللي هو انا هبدا جروحه في المرحله الثالثه. المرحله الرابعه مرحله ان العيان هيبدا يفوق وكده، دي بيجرى فيها ميدرياسس، انما الميوزس هيبقى مغطي الميدرياسس دي، فالميوزس الناتج عن المورفين هيلخبط لي الدنيا، هيلخبط لي يعني مش هقدر بقى احسب بعينيه اقدر اعرف هو في انهي مرحله، فبالتالي مش هقدر اعرف امتى اتدخل جراحيا وكده، فهو هي انترفير وذ ذا ستيجز اوف اناستيزي. خلاص هنختار دواء تاني هيكون احسن منه في الموضوع ده وهستخدمه في البري اناستيك انتي ميديكيشن. احنا اتفقنا ان احنا مصنعين دوايين اللي هم الميبريدين والميثادون، فانا هختار الميبريدين. تمام، فهو يقول لك انت ليه اخترت الميبريدين في البري اناستيك ميديكيشن، هقول بقى هعكس الحاجات اللي انا كنت لسه بقولها. التاني قلت ان هو بيعمل سيفير ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، ده هيبقى لس. المورفين قلنا ان هو بيعمل نوزيا وفوميتنج، ده هيبقى لس اماتيك افكت، يعني بيعمل لس نوزيا وفوميتنج. تمام، البورفين كان بيعمل بوست اوبريتيف كونستيبيشن اند يورين ريتنشن، ده هيعمل لس هيقللها. المورفين كان بيعمل ميوزس بينترفير وذ الستيجز بتاعه الاناستيزيا، ده مش هيعملها. تمام، هو دلوقتي احنا اتفقنا ان لما يكون عندي عيان مدمن مورفين، انا عشان اسحب المورفين من جسمه فجأة ده هيتسبب في ان هو هيخش مني في الوزدرول سيمتومز، مش عاوزاه يخش في الوزدرول سيمتومز دي، هديله ميثادون بدل المورفين. تمام، وميثادون دي مهمة جدا علشان خاطر يعمل نفس اللي كان بيعمله المورفين وفي نفس الوقت ما يبقاش مدمن. تمام، فايه المميزات اللي في المورفين بتخليني اعالج بيها العيان اللي يا ربي اللي في الميثادون بتخليني اعالج العيان اللي عنده مورفين ادكشن، يعني اللي هو مدمن المورفين؟ اول حاجه ان هو مش زي المورفين، المورفين بيتاخد بالانجكشن. تمام، لا هو بيتاخد اورالي عادي، يعني انا هديها له حبوب او يعني دواء اورالي بيتاخد عن طريق اللي هو الجي اي تي. تمام، وكمان مش بس كده، لا ده هو له لونجر ديوريشن اوف اكشن زي المورفين،
يعني مثلا لو العيان ده كان بيحتاج ان هو مثلا بيدي نفسه حقنة مورفين مرتين ثلاثة في اليوم، لا ده ممكن تكفيه ان انا اديله مرة في اليوم، وبعد كده اقلل كمان يبقى مرتين كل مرة كل يومين وهكذا لحد ما بطل خالص. تمام. تاني حاجة ان هو له نفس البوتنسي بتاع المورفين، يعني هو له نفس قوته، يعني هو يعمل نفس كل حاجة بتاعة المورفين، وفي نفس الوقت هيبقى احسن منه، ان هو less liable to tolerance and addiction، يعني ما فيهوش ادمان. لو كمان لسه فيه withdrawal symptoms، يعني هسحبه مش هيبقى فيه withdrawal symptoms اللي كانت في المورفين اللي هي كانت شديدة جدا وبتبهدل العيان، فكده هقدر اسحب المورفين من جسمه باني اديله ميثادون، وبعدين الميثادون هبدأ اقلله تدريجيا لحد ما اسحب الميثادون نفسه من غير ما هيعمل العيان لا addiction اللي هو لا ادمان، ولا withdrawal symptoms وحشة اللي هي اعراض انسحاب. دلوقتي السؤال بيقول ايه الدراج اللي هتستخدمه في التريتمنت اوف مورفين ادكشن، احنا لسه قايلينها ميثادون. طب بيقول اكسبلين واي، هنقول نفس الاسباب، ان هو بيتاخد اورالي بس لونجر ديوريشن اوف اكشن ذان مورفين، انه له نفس البوتنسي بتاع المورفين نفس القوه، ليس لايبل تو توليرنس ان ادكشن، يعني اقل عرضه للتوليرنس والادكشن اللي هو التوليرنس ده اللي هو التعود على الدواء، والادكشن اللي هو الادمان. less severe withdrawal symptoms يعني اعراض الانسحاب اقل شده. المورفين انا قلت لكم ان هو كونترا انديكيتد في الهيد انجري، وقلت لكم هقول لكم ليه. تمام. المورفين لما بيعمل respiratory center depression بيعمل شويه ميكانيزمات كده بتوصلني لانه يجرى increase في الانتراكرينيال بريشر، او شويه خطوات يعني مش ميكانيزمات. تمام. يعني ايه اصلا هيد انجري؟ يعني الشخص انخبط في راسه. تمام. الشخص اللي بينخبط في راسه ده بيجيله احيانا ارتجاج ممكن. تمام. فاللي هو ايه وبيبقى ساعتها الضغط اللي على دماغه شديد، فلو زودت الانتراكرينيال بريشر يبقى انا كده هزود الحاله، سو ان انا هزود الضغط اللي جوه مخه اكتر واكتر. تمام. المورفين بيعمل كده، فمش هينفع استخدم المورفين عشان اعالج او اسكن الحاله لشخص مثلا موجوع نتيجة ان هو عنده هيد انجري او ان هو اتخبط في دماغه. وبرده علشان حاجة كمان، في البوست كونكشن ستيت او بوست كون يعني بوست كونكشن ده كونكشن يعني ارتجاج، بعد ما بيجرى للشخص ارتجاج المفروض ان هو بيبقى فيه مايوسيس بيجرى في عينه كده، لا بيجرى مدرياسيس يا ربي، اللي هو وسع في حدقة العين بتاعته او اللي هي البيوبل. احنا عارفين ان المورفين بيعمل ميوزس، فهو كده هيغطي المدرياسس اللي هي بتبقى بعد الكونكشن اللي هو بعد الخبطه في راسه او بعد الارتجاج دي. فيبقى في سببين ما ينفعش استخدم بسببهم المورفين علشان اعالج الشخص اللي هو مخبوط في دماغه او عشان اسكنه. تمام. اول سبب ان هو بيزود الانتراكرينيال بريشر وده هيزود الحاله سوءا. تاني سبب ان هو بيعمل ميوزس عكس المدرياسس اللي المفروض تجرى فهيخبيها. دلوقتي ده جايب لك صورة واحد طفل صغير وراجل كبير، اللي هم الناس ال extremes of age، يعني راجل عجوز وطفل صغير. تمام. وبيقول ليه في ال extremes of age ما ينفعش ان احنا نستخدم المورفين. انا قلت لكم ان هو المورفين ده بيجراله ميتابوليزم بالconjugation، يعني بيمسك في حاجات معينة. الناس الكبار والناس الصغيرين قوي، الكبار قوي والصغيرين قوي بيكون عندهم نقص في كفاءة الكونجيوجيشن باسويز دي، او مثلا ما عندهمش المواد اللي بيجرى فيها اللي بمسك فيها كتير وكده يعني. تمام. فبالتالي لما هياخد المورفين بجرعة المفروض ان هي عادية مش هتبقى عادية، هيبقى عندي ليها سوبر سنسيتيفيتي، هي الجرعة انا واخداها عادية بس ما عملتش ميتابوليزم بصورة كويسة، فيجرى ايه السوبر سنسيتيفيتي للمورفين، وبالتالي هو كونترا انديكيتد في الاكستريمز اوف ايج. نيجي عند السؤال اللي بعده، المبريدين هو بيقول ان هو مش بيبروديوس ميوزس، وكمان مش بس كده، يعني هو مش بيعمل زي المورفين، لا ده كمان بيعمل مايدرياسس دي، يعني ايه او ليه هو عايز يسأل ليه. انا قلت لكم اهم كلمة تحفظوها وانتوا بتقولوا المبردين ان هو له اتروبين لايك اكشن، وبعدين نبدأ نفصصها. طيب انت ليك اتروبين لايك اكشن، الاتروبين ده بيعمل ايه؟ الاتروبين ده انتي ماسكرينيك، يعني بيجي على الباراسمباثيتك ريسبتورز ويوقفها. الباراسمباثيتك بتعمل مايوزس، طب لو وقفتها هيجرى عكس المايوزس اللي هي توسع حدقة العين دي، يبقى مايترياسس. حلو كده. يبقى مش هيجرى مايوزس بس هيجرى مايترياسس due to atropine like action. ده بس الإجابة. المبردين تاني is preferred زي مورفين in schizophrenia and biliary colics. حلو. احنا قلنا اول ما اشوف مبردين اقول ايه؟ اقول علشان له atropine like action. حلو.
الاتروبين دوت اللي هو عكس الباراسمباثيتك، تمام؟ فالمفروض ان الباراسمباثيتك دي هو انتي مسكرينك، تمام؟ فهو له انتي سبازموديك اكشن عكس ال، انا متلخبطه ثواني بقى، هو هيكون عكس المورفين اللي هو سبازموجينيك، هو هيكون انتي سبازموديك يعني بيعمل سبازموليتيك، يعني ايه؟ يعني عكس السبازم، يعني اللي هو هيعمل عكس الكونتراكشنز اللي هي كان اسمها ايه، ريلاكسيشن، تمام؟ فهو كده افضل من المورفين. ليه؟ لان المورفين بيجي ما ينفعش ان انا استخدمه في البلياري كوليك، يعني المغص الموجود في البلياري دوكتس اللي هي الايه الصفراويه، اللي هو مغص في الصفراويه اللي هي مش عارفه القناه الصفراويه، تمام؟ فهو هيجي دلوقتي المورفين يعمل سبازم في الغول بتاع الجول بلادر، يعني هيزود الكونتراكشنز فيها فيزود المغص، وكمان هيعمل سبازم في السفنكتر اوف اودي، السفنكتر اوف اودي او اوداي مش عارفه دوت سفنكتر موجود في الجول بلادر، فلما يجرى كده هيزيد الانترا بيلياري بريشر، يعني البريشر الموجود في الـ في البيلياري دوكتس دي، فبالتالي كده المورفين مش حلو في الـ في الـ في البيلياري كوليك. طيب ليه مش حلو في الرينال كوليك؟ حلو، هقول لكم ليه. ما هوش حلو علشان هو هيعمل سبازم لليوريسترال سفنكتر، احنا عارفين ان المورفين بيعمل سبازم للانترنال يوريسترال سفنكتر، وكمان لما هيعمل لها سبازم يبقى هيقفل السفنكتر، واحنا قلنا السفنكتر ده اللي هو المحبس، لو قفلت المحبس يبقى هيجرى يورين ريتنشن، فبالتالي مش هينفع اعالج بيه شخص عنده مغص كلوي. طب هعالج بايه؟ هعالج بالمبريدين احسن منه كمسكن في الحاله دي عشان له الاتروبين لايك اكشن. دلوقتي بيقول mention 5 differences between morphine and mepridine. اول حاجة المورفين natural، انما المبريدين ده انا صنعته علشان هو فيه حاجات احسن، تمام؟ المورفين وحش في حتة ان هو بيبدأ بالراحة، low slow onset، انما المبريدين low faster onset. المورفين low long duration of action، المبريدين low short duration of action، تمام؟ المورفين من 8 ل 6 ساعات، المبريدين من 2 ل 4 ساعات. long duration of action يعني بيفضل شغال مدة طويلة، short duration of action يعني بيشتغل لمدة قصيرة، تمام؟ المورفين بتاع ده بيعمل ناركوزس، يعني بيعمل اللي هو التخدير اللي انا بقول لكم عليه ده، انما التاني لا، ده هو له اتروبين لايك اكشن وبس، مجرد انه بيعمل شويه اكسايتيشنز، تمام؟ ليه الاكسايتيشن دي بتجرى؟ بيجرى نتيجه ان هو انا دلوقتي بقول ان انا عكس المسكرين، عكس او انتي مسكرينك، يعني عكس الباراسمباثيتك، واحنا عارفين الباراسمباثيتك هو اللي بيعمل الريلاكسيشنز والحاجات دي، فلو عملت عكسه يبقى هيجرى الاكسايتيشنز. حلو، عرفنا ان المورفين بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، وان اخوات المورفين اللي هم متصنعين بيبقوا ما بيعملوش الريسبيراتوري سنتر ديبريشن دي، تمام؟ فهم احلى. الفازوموتور سنتر ديبريشن المورفين بيعمله ان هو بيجي في الفازوموتور سنتر ويمسك فيه، الفازوموتور سنتر ده اللي بيعمل فازو كونستريكشن البلاد فيزل، ويعمل له ديبريشن فبيجرى هايبوتنشن. المبريدين ما بيعملش الهايبوتنشن دي، بيعمل كاف ديبريشن يعني بيعالج الكحه، تمام؟ كاف سنتر ديبريشن يعني. المبريدين ما بيعملهاش. المورفين سبازموجينيك، المبريدين انا لسه قايله لكم ان هو له اتروبين لايك اكشن، فحبيت ان انا استخدمه اكتر في الرينال كوليك والبلياري كوليك علشان هو سبازموليتيك. المورفين بيعمل ميوزس، المبريدين بيعمل مدرياسس، ليه؟ علشان له اتروبين لايك اكشن. المورفين بيجي على السي تي زد اللي هي المسؤولة عن ان هي تعمل نوزيا وفوميتنج، فبيعمل لها ستيميوليشن، فالعيان اللي بيبقى بياخد مورفين بيرجع كتير، انما المبريدين لا، ما فيهوش المشكلة دي قوي، فهو لسيماتيك افكت. المورفين كان من الادويه اللي احنا قلناها في السكيما بتاعه ان هي بتعمل اللي هي هيستامين لايبريتورز، فهو بيريليز الهيستامين. المبريدين ما قلناهوش، فهو ما بيريليزش الهيستامين. احفظوا 5 منهم او اعرفوهم كلهم عشان الام سي كيو. فدولت هما اللي هو ايه اجابه الخمس فروق بتوين المورفين والمبريدين. بيقول مين نالوكسون بيوز ذا ان يونيتال اسفيكسيا. طيب احنا اتفقنا ان نالوكسون ده هو اللي بيستخدم كسبيسيفيك انتيدوت للمورفين، تمام؟ وعرفنا ان النيونيتال اسفيكسيا معناها ان الجنين بيختنق وهو بيتولد نتيجة انه بيجرى ريسبيراتوري سنتر ديبريشن للام اللي هي للبيبي بتاع الام اللي هي مدمنة مورفين. حلو كده، هو كاتب ادكت ماذر اور نوت، يعني
ام مدمنه للمورفين، ينفع ان انا استخدم النالوكزون ولا لا؟ فهو اه طبعا ينفع استخدم النالوكزون علشان هو السبيسيفيك انتيدوت للمورفين، فهو هيعالج النيونيتال اسبيكسيا دي. طيب بيقول وات ار روتس اوف ادمنستريشن، خلاص احنا قلنا خلاص هنستخدمه، هتستخدمه ازاي بقى؟ فالنالوكزون ده على حسب البيبي، لو انت هتستخدمه الام انت عارف من قبل وهي قبل ما تولد ان هي دلوقتي مدمنه مورفين، تمام؟ فعشان تلحق البيبي بتاعها ان هو ما يجيلوش النيونيتال اسبيكسيا ده ويتخنق، يبقى هتديه لها قبل ما تولد. لو انت هتديه قبل ما تولد يبقى هتديه للام، البيبي لسه ما جاش، حلو؟ فهتديه للام ازاي؟ هتديه لها اي ام اللي هو عضل، تمام، حقنه عضل. انما لو انت اصلا ما كنتش تعرف وبعدين البيبي يعني بعد الولاده جه مخنوق نتيجه ان الام طلعت مدمنه مورفين، هنديه انترا امبلايكال يعني جوه الحبل الصلبي للفيتس نفسه افتر ليبر يعني بعد الولاده. دلوقتي بيقول هو ايه السبيسيفيك انتيدوت للاكيوت مورفين بويزنينج، احنا قلنا اللي هو النالوكزون وبندي اي في، تمام. النالوكزون ليه؟ علشان هو اوبيويد انتاجونست، فهو عكس المورفين اللي هو شغال اوبيويد اجونست، تمام. بيقول is gastric lavage useful in treatment of IV morphine poisoning why؟ احنا قلنا ان المورفين بيخرج جزء منه او اكبر جزء منه عادي في اليورين، بس في جزء صغير منه بيخرج في الايه، في الاستومك، تمام، في اللي هو في المعده. يبقى الجاستريك لافاج اللي هو غسيل المعده مفيد عشان الجزء ده، تمام. فهو لو هو بيسال مفيد ولا لا هقول يس. ان الجاستريك لافاج فيري يوزفول ليه بقى؟ علشان خاطر ان الاستومك هو شود بي ده ما علينا يعني هقول له علشان خاطر ان هو على الرغم من ان انا مش مديهوله اورالي الا ان جزء صغير small part of morphine is excreted in the stomach، يعني جزء صغير منه بيبقى بيخرج في الاستومك في المعده، علشان كده الجاستريك لافاج مهم ومفيد في الحاله دي. الحته اللي انا قلت لكم علينا يعني عشان برضو افهمها لكم، هو بيقول ان على الرغم الاستومك هوش بيستخدم، تمام، في كل الحالات بتاع الاكيوت مورفين توكسيستي، علشان الطريقه اللي بيخرج بيها المورفين مش عشان الطريقه اللي انا خدته بيها. الزومورفين is not orally administered، يعني على الرغم من ان انا مش مدياله مورفين اورالي، يعني مش مدياله حبوب او مش مدياله دواء اللي هو شرب، وعادي مدياله اي في وكل حاجه، الا ان المورفين عشان الجزء اللي بيخرج منه في المعده ده، فانا محتاجه اعمل غسيل معده برضو. اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا. شكرا كده بتهيألي خلصنا. اه ده اخر سلايد. شكرا.